مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. الفيديو طبعا اليوم بيحكي عن سكان ايكونيك اللي اتشال من عند معظم الناس وتأجيل تحديث فورتنايت للسيزون 2 شابتر 2، ويلا مع الفيديو. اول شيء اصدقائي نبلش بالسكين ايكونيك. السكين ايكونيك مثل ظاهر امامكم بالشاشة، في ناس كتير فتحت السكين من يومين تقريبا، طلع لها هاي الرسالة وانشال من عندها سكين ايكونيك تبع سامسونج جالكسي S10 و S10 بلس وكذا جهاز تاني. السكين هذا اتشال من عند ناس وناس. ليش اتشال من عند ناس وناس؟ في ناس شاريته بطريقة غير قانونية، يعني من عن طريق تجار. هدول التجار طبعا ما لح يشتروا تليفون حقه 10,000 جنيه مثلا او 12,000 جنيه، ما يقارب مثلا 800 دولار، مشان يعطوك سكين بهذا المبلغ، مثلا مبلغ رمزي اللي هو مثلا 3 دولار او 4 دولار او 5 دولار حسب التاجر اللي بيعطيك. هذول الناس كانوا عم يعملوا بفوتوا على الموبايل بغيروا الاعدادات تبعه او بغيروا الاي بي تبعه او اي شيء بيعملوا، يعني انا ما تعمقت بهالموضوع، وبيعطوك هذا السكان مقابل مبلغ مالي كتير بسيط. هدول الناس اللي عملوا هيك مع تجار. في ناس انا بعرفهم من اصدقائي هنن عملوا هاي الشغلة بس ما راح من عندهم السكن، وفي ناس من عندهم راح السكن، ناس هيك وناس هيك. بس ليش راح من عند الناس؟ شركة ايبك، يعني مو شركة غبية لهالدرجة، مثلا شركة ايبك صارت تشيك على الحسابات كلها، وكل حساب الاي بي تبعه متكرر او متغير صاروا يعرفوا من هاي الطريقة، من طريقة الاي بي. انت لما تاخذ سكين ايكونيك من على جهاز S10 ويكون انت منزل عليه فورتنايت واخذ السكين فري، لح يرتبط الاي بي تبع جهاز الموبايل بالاكاونت تبعك. شلون يعني؟ يعني مثلا انت حطيت الحساب تبعك، حطيته بالايبيك، حطيته في فورتنايت، لعبت واخذت السكين، الاي بي تبع الجهاز اللي انت اخذت منه تم نسخه جوات الحساب تبعك ايبيك جيمز تبع فورتنايت. بهي الطريقة هن عرفوا، يعني والله اعلم، بس هاي الطريقة المرجحة تقريبا 90% اللي عرفوا من هاي الطرق. اما الناس اللي ما راح من عندها فهو اللي حيروح، ابشركم وهو اللي حيروح من عندكم، يعني بس لا تشتموني يعني بدون شتايم، لانه شركة فورتنايت يمكن عم تعمل تشيك على الحسابات حساب حساب، او يعني اخذت وقت بالقصة هاي، لانه طبعا عدد كبير من الحسابات. انا عندي صاحبي عامل نفس الطريقة واخده من عند تاجر بس ما راح من عنده، فبحب اشرح بهذا الفيديو انه رح يروح من عندك مع الوقت رح يروح، وفي ناس راح من عندك. اما اذا انت كنت شاري الحساب من على جالكسي S10 او اجهزة تانية كانت متوفرة عليها وراح من عندك الحساب، بتقدر تفوت على صفحة ايبك جيمز وبتقدر تراسل الشركة وهن بتصلح معه الموضوع، بتقول له شاري موبايل ورابط في حسابي تبع فورتنايت وانا اخده بطريقة نظامية. بهي الحالة هن بيطلبوا منك صورة الكرتونة تبع الجهاز، وبيطلبوا اي بي الجهاز، وبشرط انه يكون مو متكرر على حساب تاني، فهيك برجعوا لك. يا في ناس صارت معها الحالة والحساب تبعهم حذف من عندهم الايكونيك بس هن شارينه من على الطريق موبايل خاص فيهم، بعض الناس مو كل الناس. فمشان هيك اذا انت راح من عندك الحساب وكنت جايبه من عن طريق جالكسي S10 او غير اجهزة كانت متاحة بطريقة نظامية وموبايل تبعك ملكك، فبتقدر تراجع الشركة وتاخده. اما الموضوع الثاني معنا هو اللي هو تأجيل تحديث فورتنايت تبع يوم 6/2/2020. بهذا التحديث انتو بتعرفوا بهذا السيزون كانوا بدهم يعملوا تحديثات كتير، بس وقفوا تقريبا فترة شهر ونص او شهرين وما عتنزلوا تحديثات، واللعبة صارت كتير طول هذا السيزون. فالشركة عملت تأجيل من زمان اللي هو عملته يوم 6/2/2020. هلأ هذا التأجيل رد تأجل، يعني رد تأجل ليوم 20/2/2020. مثل مظاهر امامكم بالصورة، انا هاي الصورة من جوات ملفات اللعبة مكتوب سيزون ديسيبلد اند، تمام؟ هاد انه نهاية السيزون اللي حيكون يوم 20/2/2020. هيك التحديثات الجديدة لجوات ملفات اللعبة. وفي ملف مشفر واحد اللي هو مو معروف شو جواته، مساحته شي 3 ميجا. هذا الملف مستحيل يكون تبع الايفنت، لانه مثل ما تعودنا شركة فورتنايت تعمل كل نهاية سيزون ايفنت اللي هي بتنهي فيه سيزون بتبلش قصة جديدة. بس بهذا الملف اللي هو حجمه 3 ميجا ما في شيء ومشفر هذا الملف، فهو اي ايفنت مستحيل يكون مساحته 3 ميجا. فمشان هيك رح ينزل تحديث جديد رقم 11.50 قبل ابديت سيزون 12 اللي هو سيزون 2 تبع الشابتر 2.
فمشان هيك لسه في تحديث جاي ولسه تأجل ليوم 20/2، من يوم 6/2 ليوم 20/2 تأجل التحديث. اللعبة كل ما عم تأجل، فهم يعني مو باين ليش هيك عم يعملوا او شو عم يساووا، ليش كل هالطول هذا السيزون، كتير كتير طول بشكل رهيب، فلسه مو معروف شو بدهم يساووا. ان شاء الله يعملوا شي جديد ترجع اللعبة، اللي تقريبا يعني انا واحد من الناس اللي سحبت على اللعبة وما تلعبتها، يعني ما تلعبتها غير لاشرح تحديات او اشرح شي، فاللعبة كتير صار مملة، كتير صار سخيفة، فياريت يعملوا شي جديد ترجع اللعبة مثل ما كانت ايام الشابتر 1 وايام الاسلحة وايام الاسولت القديم وايام كل شي قديم، يعني يرجع، يعني ما عاد صفي فيها لا لانش باد ولا شي، يعني اللعبة رجعت على الزيرو، ما عاد فيها شي، وجليتشات والوان غلط، والجليتش كل شوي جليتش شكل، فموضوع كتير صار صعب، ولعبة كتير صارت يعني سخيفة، وكل ما عم يأجلوا بالتحديثات. فان شاء الله يكونوا اجلوا هذا التحديث ليوم 20/2/2020، نزلوا شيء حلو، نزلوا شيء منيح، نزلوا شيء يبهر الناس، هترجع اللعبه مثل اول. هيك بنكون خلصنا الفيديو تبعنا. يا ريت اذا انت اول مره تشاهد الفيديو على القناه تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، تحط اعجاب على الفيديو، واذا كنت انت مشترك بالصفحه يا ريت تحط لايك على الفيديو، ومشكور كل شخص اشترك بالقناه وعمل تفاعل على القناه. بحب اقول لك الله يسعدك على الدعم برعايه الله.